في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، شاركت الفرقة الموسيقية للشرطة في الاحتفالات الأمريكية بذكرى يوم الاستقلال والذي وافق 4 يوليو، حيث قدمت عروضا فنية متميزة عكست فيها التراث البحريني الأصيل وما تتمتع به مملكة البحرين من ثراء حضاري متنوع. وقد عبر الحضور ومن بينهم شخصيات بارزة بالإضافة إلى خبراء وعازفين متمرسين في مجال الموسيقى العسكرية عن تقديرهم وإعجابهم بالمعزوفات التي قدمتها الفرقة الموسيقية للشرطة. كما أشاد مسؤولو المهرجان ومندوبو وسائل الإعلام بالمستوى المتقدم والمهارات العالية التي قدمتها الفرقة والأعمال الفنية التي قدمتها. من جهته صرح اللواء الدكتور مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة إن الفرقة تشرفت بتمثيل مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي، وأنها تسعى دائما إلى تقديم عروض موسيقية راقية ومتميزة، منوها إلى أن نجاح مشاركة الفرقة في احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى يوم الاستقلال يعود إلى الرعاية والدعم المتواصل من قبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. وأضاف أن الفرقة كانت قد استعدت لتقديم عروضها الموسيقية العسكرية قبل الاحتفال بوقت كاف، وهو ما كان له الأثر في مستوى الأداء الذي ظهرت به وعكس ما تتمتع به الفرقة من خبرات تستند إلى تاريخ موسيقي عريق يعود لحوالي قرن من الزمن. وجود الفرقة الموسيقية لمملكة البحرين في هذه المناسبة بالذات من بد جميع الدول العربية هي رسالة احنا من في مملكة البحرين نوجهها الى الشعب الامريكي، ونحتفل معاه بيوم استقلاله، نوجه له رسالة ان احنا نقول له ان بيننا وبين المملكة الولايات المتحدة الامريكية علاقة مدتها 120 سنة بتفاهم وبصداقة متينة، ونتمنى أن هذه العلاقة تستمر وتقوى ونمد جسور كثيرة من خلال الفنون ومن خلال الأمور الأخرى. عزفنا معزوفات البحرينية من تأليف الدكتور اللواء مبارك نجم، وعزفنا معزوفات الأمريكية، والله تجاوب معانا الجمهور وصفق واستانس، والله احنا كنا نمشي واحنا سعيدين نرفع رأس بلدنا. شكرا لحضور هذه الفرقة التي حضرت من منطقة الخليج وامتعتنا وقضينا أوقات ممتعة هنا. شكرا للبحرين على مشاركتها في عيدنا الوطني. لقد أدهشنا عرض البحرين بهذه المشاركة، واستغربت كيف استطاعوا تحمل الجو الحار في هذا اليوم. كانت بالفعل متعة، ونشاهد البحرين وهي تستعرض في احتفالات بعيد ميلاد بلدي، وهذا يشرفني. أعتقد أن العرض كان جميلا جدا ورائع، إنها بالفعل متعة. البحرين كانت رائعة.